ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد. بصوا، في اول الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم كده السكينه اتقطمت. مش عارفه اتقطمت ليه، مع انها حديد يعني قويه، مش طبيعي ان هي تتكسر من التقويره دي، بس الحمد لله ما علينا، جبت واحده اكبر منها. النهارده فيديو جديد ان شاء الله يكون حلو وخفيف وسهل ولطيف. قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لكل حد كتب لي كومنت حلو الفيديو اللي فات وقال لي سلامتي، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا. النهارده هنعمل محشي. النهارده الجمعه، الفيديو هينزل لكم بكره اللي هو السبت، اجازه علي، فانا اقترحت عليه ياكل ايه، وطبعا في الطبيعي بيقول لي اي حاجه اي حاجة. فقلت له طيب تاكل كذا ولا قلت له كذا حاجة يعني، فقال لي ايه، اكل محشي وفراخ. فاللي هو جالي في اصعب حاجة اساسا، وانا نفسي من زمان والله اعمل محشي كرنب، بس طبعا عارفين ان هو بياخد وقت طويل. انا فعلا خدت بتاع 5 ساعات اعمل الكرنباية دي. فنزلت جبت الحاجات، جبت الكرنباية دي ب15 جنيه، عشان انا شطورة فصلت الراجل. هو قال لي ب20، بس انا برضو حاسة ان اتضحك عليا، بس مش مهم. وجبت الخضرة، الخضرة هنا غسلتها ونضفتها وهقطعها، وبحب برضو بعد ما اقطعها اغسلها تاني، مش عارفة ليه، مع اني عارفة ان هي بتفقد جزء كبير من فايدتها، بس مش مشكلة. طبعا مش هننسى نعمل لايك يلا واشتراك في القناة ونفعل الجرس. الحمد لله اتحسنت شوية، بقيت احسن، على جاب لي علاج امبارح، فحاسة اني بقيت كويسة، مع ان الكونجستال نايمني قوي يعني، وجاب لي كونجستال وجاب لي دواء تاني شرب كده عشان اقدر اتنفس. فالكونجستال نايمني، انا نايمه من امبارح الساعة 2، صاحيه في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده اللي هو تاني يوم الساعة 3 العصر، فنمت كتير قوي ومش قادره ارفع دماغي يعني. حاسه ان انا اتحسنت وصوتي احسن ونفسي احسن، بس مش قادره ارفع دماغي من المخده. وامبارح كنت تعبانه جدا والله يعني. احلام كلمتني قلت لي تعالي اقعدي معانا شويه، انت ما شفتكيش النهارده وبتاع، قلت لها مش قادره والله يا احلام، كنت تعبانه بجد. كنت حاسه ان انا جسمي سخن وعظمي وجعني، مش قادره خالص. المهم قطعت الكرنب زي ما انتوا شفتوا، فتحت الورق وهغسله كويس جدا جدا جدا، برضو بعد ما يتسلق اغسله تاني ابرده. قطعت الخضره بتاعتي. انا عامله يا جماعه، عامل حله كبيره شويه عشان تقعد معانا 2 3 يومين، عشان انا تعبانه بجد والله، مش قادره ان انا اقف اعمل اكل. قلت هعملها واعمل فرخه ونقسمها على كام يوم وناكل بقى. إيه كمان؟ طبعا حد يسأل لي يعني جوزك اول ما طلب منك جريتي جبتي، عشان في حد كان كاتب لي كومنت اول قبل كده. اولا علي من نوع الناس اللي مش بيطلب اكله معينه يعني، اللي انا بعمله له بياكله، اي حاجه بحطها بياكلها، فلما يطلب مني حاجه طبعا لازم اعملها له، ده شيء اكيد يعني. فانا كمان ببقى حابه اعمل له الاكل اللي هو عايز ياكله. فعشان حد كاتب لي، كان كاتب لي في كومنت قبل كده كنت عامله فيديو ان هو طلب مني اكله وانا عملتها له، فحد كان كاتب لي اول ما طلب منك اكله جريتي، طب المفروض اعمل ايه يعني؟ مش المفروض اساله هياكل ايه؟ مش عايش معايا في البيت وبناكل سوا؟ فلا، في شويه كومنتات يا جماعه بجد بيضايقوني، بيخلوني مش شايفه قدامي. المهم يعني سلقت الكرنب، مش بسيبه كتير عشان الكرنب الورق ده حسيته رقيق، بنزله كده في الميه مثلا وعد من 1 ل 10 ولا حاجة يعني، بالوايم كده دقيقة، مش اكتر من كده. واول ما احس ان هو بصوا طري ازاي، بيتقلب من غير ما يتقطع، اروح مطلعاه من المية عشان اسيبه بقى يستوي براحته بعد ما احشيه. كمان المهم بقى افضل احط الورق لحد ما اخلص الكمية كلها اللي عندي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. الاكله دي حلوه جدا، بس عايزه صحه وعايزه مجهود. يعني انا بعمل على طول محشي، بس مش بعمل كرومب قوي، ممكن اكون من ساعه ما اتجوزت عملت مره كرومب او مرتين بالكتير قوي خلال السنه ونص اللي اتجوزت فيهم. لكن الفلفل والبتنجان والكوسه امرهم سهل، ممكن انزل اشتريهم متقورين جاهزين زي ما انتوا كنتوا بتشوفوا في الفيديوهات. ممكن انا لو مقور اصلا هعمل ايه، نص كيلو، فهقوره على ايدي كده وانا قاعده، برضو هيبقى اسهل. بس برضو الكرنب حوار يعني، تسلقي وتطلعي. ورق العنب بالنسبه لي اسهل من الكرنب، لان انا بسلقه واطلعه وحشي على طول، ولا بيتقطع ولا بيتعمل. لكن الكرنب بجد من اصعب انواع المحشي.
مش هو مش صعب، بس اللف بقى والتقطيع حوار حوار بجد. وفكرت افرز قبل كده بس مش بيطلع حلو في التفريز، يعني ان انا افرزه متقطع وجاهز على اللف على طول، بحس ان هو مش بيبقى احلى حاجة بصراحة، فبقول لا مش هعمل كده. جبت بصلتين كبار زي ما انتوا شفتوا، قطعتهم حطيتهم في الكبة. بصراحة ما كنتش قادرة اقطع لان مش عايزة ريحة البصل تدخل في مناخيري، وانا اصلا مش قادرة اتنفس اساسا، فحطيتهم في الكبة. بس في الطبيعي انا بعمل المحشي بالبصل بخرطه على ايدي، ما بحطوش في الكبة. وانا كمان كده كده مش فرمانة ناعم قوي، يعني في الطبيعي انا ما بفرمش البصل بتاع المحشي في الكبة خالص، بقطع كده البصل على ايدي، بيبقى قطع كده صغيرة ومش كبيرة، بس القطع بتبقى باينة. لكن هنا قطع كبيرة بس في شوية طبعا اتفرموا قوي، بقوا اسمها ايه مش عارفة، يعني اتفرموا زيادة عن اللزوم مني، بس انا ما قلت مش مهمة مش مشكلة. طبعا انا سايبة الحلة تغلي شوية لان في ورق اخضر هنا فبيحتاج برضو يتسلق شوية. وزي ما انتوا شايفين البصلة، حطيت معلقة سمنة كبيرة وشوية ملح عشان بس البصل ينزل ميته، وشوية زيت. وبعد كده بقى هعمل ايه؟ سوري يا جماعة على منظر ايدي. طلع بقى الكرنب تمام، والبصلة لسه ايدي فيها برضو بقلبها عشان بس ما تتحرقش مني واحس ان هي بوظت. كنت عايزة اقطع فصين توم، وبعد كده افتكرت حاجة مهمة، افتكرت ان انا عندي اصلا كيس توم مهروس اساسا، كنت جايباه من هايبر مهروس، طعمه طلع حلو على فكرة، زيه زي التوم اللي بيبقى مثلا انتي مخزنة في الفريزر. كيس هتشوفوه دلوقتي كان تقريبا بجنيه، بس كان حلو بصراحة. اهو بصوا انا خلاص كده خلصت مية السلق، سايباها بس تبرد شوية وادلقها في الحوض، واغسل الحلة وادلقها في الحوض. البوتاجاز طبعا اتبهدل، كنت بعمل قهوة هنا فالقهوة برضو بهدلت البوتاجاز، بس شو هم فداية عادي يعني. المهم هجيب دلوقتي التوم هوريه لكم، مش عارفة مش راضي يجي ليه. بصوا انا ايدي في البصل عشان احس ان هي ايه اتظبطت تقريبا، انا حطيت التوم وما جبتش الحتة دي يا جماعة، هبقى لو انتوا لو انا ما جبتهاش دلوقتي ما جبتهاش، معلش يا جماعة بقى، مع اني فاكرة اني كنت مصورة وانا بوريها لكم. كيس توم مفروم كده كنت جايباه من هايبر، لو متابعين الفيديوهات هتكونوا شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت بتاعة المشتريات، هبقى اوريه لكم تاني. كده الطماطم بتاعتي سبكت خالص، ما بقاش فيها اي مية، حطيت مكعب مرقة وشوية كمون وشوية فلفل اسود وحبة كزبرة صغيرين، واحط شوية مع نص معلقة بابريكا كده، بس دي التوابل اللي بحطها للمحشي، ما بحطش اي حاجة تاني. ولو ساعات ما بحطهمش، ساعات بحط رشة خفيفة كده فلفل اسود ورشة كمون وخلاص. بس الصلصة بقى اتسبكت وبقت حلوة ازاي، مفيهاش اي مية، سبتها براحتها على نار هادية تشرب ميتها، الخضرة متصفية كويس ومغسولة كويس جدا، ونقعها في خل، الرز مغسول ومتصفي. وهقلب بقى كده خلطتي، مش قادرة اقول لكم بقى ايه، انا مش هقول لكم ريحتها عشان مش شامة ريحتها، بس طلعت حلوة قوي. انا يا جماعة والله العظيم حظي ان انا الاكلات اللي انا بحبها وباجي اكلها بيبقى عندي برد، مش عارفة ليه كل مرة برضو اروح اجرب مطعم جديد او اروح ادوق حاجة احس ان انا مش قادرة ادوق طعمها بيبقى عندي برد، يعني مش فاهمة في ايه. هقطع بقى دلوقتي الكرنب، ليه كذا تقطيع، بس انا بقطع التقطيعة دي بشيل العرق كده من الجنب والفه. بصوا هوريكم دلوقتي في ورقة كبيرة، بشيل العروق واطبقه واروح لفاه، بصوا اهو، واروح مقطعه على قد ما احب الف. انا بحب الف الكرنب بصوابع صغيره مش كبيره، بصوا في ناس بقى بيحطوه ويفتحوه ويروحوا مقطعينه بالسكينه، محددينه بالسكينه، بس انا بعمل بايدي وخلاص. يعني طبعا في الطبيعي ان لو اعمل الكرنب نفس اليوم واكله في نفس اليوم مش بعمل كل الكميه دي، بعمل حله صغيره خالص، طبق اللي هي تطلع لي طبق يعني، بس انا قلت انا مش قادره بجد والله يا جماعه اقف، يعني رجلي وجعاني وجسمي واجعني والبرد والتراب اللي في الجو اليومين دول بيدخل في مناخيري، مش قادره. انا امبارح طلعت انشر في البلكونه شميت حبه تراب جامدين، بصوا لفت الحله هي كلها،
اقطع طماطمايه عشان اسلق الفرخه، وبصلايه، خلطه التوابل كنت قلتها لكم قبل كده، ورق لورا وحبهان وزر ورد، قرفه مستكه، كبابه صيني، حطيت شويه فلفل اسود وحبه كمون. سامحوني يا جماعه معلش، بس بجد مش قادره. سبت الشوربه تغلي اهي، وحطيت شويه ملح برضو. انا في شوربه الفراخ بحط الملح عادي، اللحمه لا طبعا بعد ما تستوي. نزلت بالفرخه بالكبد بالقوانص بتاعتها وخلاص على كده، مش هغطي طبعا عشان ايه، بصوا اهي بتغلي خلاص كده داخله على سوا. جبت بقى ايه عايزين، خدت الشوربه عشان اسقي المحشي، جبت معلقتين صلصه كبار، مكعب، نص مكعب مرقه، فلفل كمون، بابريكا، وهحط كمان كزبره ومعلقه كده سمنه بلدي. مش عارف بصوا الحته دي تعديت تاني، في غلط في مونتاجة الفيديو معلش ما تزعلوش. بس طبعا لو انتوا وصلتوا لحد اللحظه دي وانتوا بتتفرجوا اعملوا لي لايك واكتبوا لي الف سلام عليك يا لبن الشطوره التعبانه الزهقانه. انا اكتر الحاجات اللي بكرهها البرد يا جماعه والله. حطيت معلقه سمنه واحط بقى كده الشوربه بتاعتي واقلب كل ده. بصوا مش هتغطوا المحشي للاخر، هتسيبوا مثلا تقريبا صباع او صباعين من على الوش باينين. بصوا كده تهزوا الحله كده، الله الله، بس ما المحشي ما بيتغطاش وشه، هو لحد هنا كده حلو قوي، يبقى اول صباع او صباعين في الحله باينين. وتقلت المحشي بالطبق، عايزه تغطيه بورقه كرنب عريضه حلو برضو عادي. هنا جاء وقت الملوخيه، خلاص المحشي كان على وشك السوا، الفرخه مسلوقه، بجهز التوم اهو عشان اعمل طشه الملوخيه. هوريكم طريقه بعملها للملوخيه، الناس كلها بتعملها يعني، بس انا بعملها للملوخيه المجمده بس، الملوخيه الفريش بعملها عادي، بحطها في الشوربه واعمل لها طشه عاديه. ده بقى هعمل الطشه الاول واحط جواها الملوخيه. بصوا حطيت التوم، معلقه سمنه، وهقلب بقى كده. واو بصوا يا جماعه الحركه بتاعت الصلصه في الشوربه دي بتخلي المحشي صباع المحشي يبقى احمر كده وحلو وطعمه جميل. بس هو طلع تحفه والله، تسلم ايدي، ربنا يخليك يخليني لمصر والبيت يا رب، اللهم امين، عشان انا لبنى الشطوره. شكرا. دلوقتي بقى بنعمل ايه، بنعمل اهي اسمها ايه يا ولاد، نسيتوني، التقليه بتاعت الملوخيه، وحطينا الكزبره، ده كيس ملوخية اهو بحاله، انا مطلعاه يفك شوية شوية وافك شوية صغيرين عشان الجو ساقع. الملوخية دي معاها التقلية، بس انا مش هحطها عشان احلى قالت لي ان هي مش حلوة خالص في التقلية، فمرضتش احطها بصراحة، مش ناقصة يعني، بس اعمل ملوخية تطلع حلوة. اقلب بقى التوم بتاعي، اول ما يصفر كده ويبقى لونه ذهبي هروح نازلة بشوية شوربة اهو، واقلب كويس، تغلي اروح حاطه كيس الملوخيه. بس خلاص هو فاكك على فكره، مش قوي بس فاكك يعني، سايباه من شويه من بره من الفريزر. بصوا طبعا هقلب الملوخيه لحد ما كل التجميده اللي فيها تفك، حسيت ان الكازرولة دي صغيره فجبت الحله الصغيره، ما شاء الله عليا، اذكى الذكاوات الاغبيين اللي في الدنيا. طبعا عايزه اخفف الملوخيه شويه عشان على بال ما نيجي نتعشى يعني او نتغدى هتكون مسكت نفسها شويه، فما بحبهاش تتقل وازود شوربه لا هي كده قوامها حلو. بصوا ورا هنا بحمر حبه لسان عصفور عشان احط عليهم ليمون واشربهم، عشان بجد حاسه ان انا تعبانه قوي. بصوا بقى بس كده خلصنا، فاضل ان احنا نحمر الفرخه المسكينه. تعالوا اوريكم الشكل دي الملوخيه المحشي، الفرخه المسكينه بنحمرها، اتحمرت يمين وشمال وحطيت عليها شويه ملح بس كده يعني تبقى لحمتها مش مسخه يعني، حطيت عليها شويه ملح. شويه الملوخيه هم في طبق، حبه الشوربه، بصوا غبيه، شكرا يا مصر، وقعت حبة شوربة في الصينية، ما علينا يعني،
بحط بقى هنا كده لسان العصفور عشان الكوبشة كانت مش نظيفة، وانا خلاص كنت تعبت بقى قوي بصراحة فمش قادرة. هجيب بقى طبق عشان نحط المحشي فيه، واجيب حلة المحشي بتاعتنا، راح هزاها هزاها هزاها، وراح شوفوا شوفوا شوفوا، الله ريحته كانت تحفة ولونه تحفة وطعمه تحفة. يلا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا باي باي.